يا سادة، العلاقات دي والحاجات اللي احنا فيها والعناد اللي احنا فيه ده لازم نخرج منه يا سادة. العناد ده والعياذ بالله قطعة من السواد بتنزل كده غشاوة على عين الإنسان وبيقول كنت شايف الحياة. ولذلك الإجراءات اللي احنا قلناها لكم من التغاضي، وكمان ان احنا نتحاور مع بعض، وان احنا كمان حاجة مهمة كمان ان احنا نذكر فضل بعض عشان يهدي طبعنا ويهدي قلبنا، وكمان ان احنا كمان يبقى عندنا مجال للتحاور والتشارك وكل واحد فينا يسمع التاني، واذا ما فهمش يسأل. السؤال بيفتح ابواب كتير للخير. وكمان عيشوا مع بعض وكل واحد فيكم بيحس بأمان مع شريك حياته. ما ينفعش ان انا اتعامل مع شريك حياتي على انه عدو حتى يثبت خلاف ذلك. هو حبيب وقريب وما يستحقش مني ان انا اكوي قلبه بالعناد وكمان اطلع اسوأ ما فيه بان انا عنده وما ريحوش. يا رب رزقنا الصواب والرشد عشان كل واحد فينا يبقى بلسم لقلب حبيبه ويكون اوسع جنة راحة ليه، عشان كل واحد فينا يحس ان الزواج ده نعمة ومدد وبركة ونور من الله، ونتجنب كل المكاره وكل المساوئ، ويطلع كل واحد فينا أجمل تجليات الله عليه باسمه الجميل. يا جميل وفقنا لكل جميل.